معاكم وهنشوف اهم الكلام او اهم الاخبار اللي اتقالت عن النادي الاهلي على مواقع الانترنت. الموقع الرسمي للنادي الاهلي: الخطيب يعقد اجتماع مع كارتيرون ويوسف غدا. يلا كوره يوسف، الاهلي يحتاج صالح جمعه وسنعرض امره على الخطيب في اجتماع الخميس. في الجول: يوسف استمراري مديرا للكره بيد الاداره والاهلي يعود اقوى بعد الكبوات. اليوم السابع: علي معلول يظهر في الاهلي بعد رحله تونس ويواصل البرنامج التأهيلي. الوطن: بسبب الإصابات كارتيرون يعقد جلسة خاصة مع طبيب الأهلي. الشروق: كارتيرون يعقد اجتماع مطول مع لاعب الأهلي. الأهلي دوت كوم: الأهلي لا ينوي التعاقد مع حارس جديد. فيتو: طبيب الأهلي يكشف تطورات برنامج تأهيل هشام محمد. الموقع الرسمي للنادي الأهلي: مجلس الأهلي يجتمع غدا لاعتماد الميزانية والحساب الختامي. الشروق: رانيا علواني في أذربيجان لحضور اجتماع